الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في هذه الأمسية المباركة الرمضانية، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صيامنا وقيامنا، ونحن مع حلقة جديدة من تغريدات رمضانية. حلقتنا لهذه الأمسية الرمضانية حول تجديد الإيمان. الإيمان أهم ما يحتاج إليه المسلم في حياته الدنيا وفي الآخرة. وقد اعتاد الناس أن يجددوا ثيابهم بين الحين والآخر، وأن يجددوا أساس بيوتهم، وأن يجددوا سياراتهم، لكن الأهم من كل هذا هو تجديد الإيمان. فالإيمان يعتق ويخلق في جوف العبد كما يخلق الثوب، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم في قلوبكم. فتجديد الإيمان نحن أحوج إليه من تجديد أي شيء آخر، لأن حياتي وسعادتي بإيماني، ورمضان فرصة ذهبية وغنيمة باردة يغتنمها المسلم في تجديد إيمانه بصيامه وقيامه وتلاوته ودعائه وصلته وصدقته. وتجديد الإيمان إنما يكون بالإكثار من العبادة وملازمتها، خاصة العبادات القلبية والأذكار التي يرددها المسلم في اليوم والليلة. وقد كان هذا حال الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم، فكان سيدنا معاذ رضي الله عنه وأرضاه يقول لبعض أصحابه: اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة. فيتذاكرون بالآخرة، ويتذاكرون بما يقربهم إلى رحمة الله عز وجل، وإلى جنته، وإلى رضوانه سبحانه وتعالى. ونحن في هذه الأيام المباركة والليالي الفاضلة من ليالي رمضان نستطيع أن نجدد إيماننا في اليوم والليلة، إذ الإيمان يزيد وينقص في القلب، فيزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات. فالإكثار من الطاعات من قيام الليل وشهود الجماعة ومجالس العلم والوعظ ومجالس الذكر وأذكار الصباح والمساء وتلاوة القرآن وتعاهد الجيران والأرحام والأرامل والمساكين، كل هذا مما يزيد في الإيمان ويجدده في القلوب. وعندما أجدد إيماني أجد انشراحا في صدري، وأجد همة عالية في طاعة ربي، وأجد راحة في بالي، وسكينة وطمأنينة في قلبي، وسعادة تعدل الدنيا وما فيها. ولا يستطيع أن ينال هذا الفضل وهذا الكرم الإلهي إلا من كان لديه رغبة في تجديد الإيمان وفي طاعة الرحمن وفي القرب منه سبحانه وتعالى. فهنيئا لكم الصيام والقيام، وبارك الله لي ولكم في رمضان.